دير الزور أبطال الجيش الحر لأصفر الفرات يقوم بتجهيز هاون لضرب مقرات النظام في قرية الجفرة المحاذي لمطار دير الزور العسكري. الله أكبر. أبطال لواء الصقور الفرات يقوم بضرب مقرات النظام في قرية الجفرة القريب من مطار دير الزور العسكري. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يلا جاسين. راح جاسر اضرب ثواني ثواني صورك. شوف الطيارة وين هي؟